بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا طوال النهار كان اجتماع لاتحاد كرة القدم، أو من خلال لجنة المسابقات طلعت قالت من خلال الفترة القادمة جدول الدوري زي ما هو ما فيهوش أي تغيير. ده ملخص الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، وأن لجنة المسابقات قررت أن الفترة اللي قادمة أو أن الدوري العام سينتهي بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية زي ما كان مقرر لها خلال الفترة اللي فاتت. خليني بس أفكر حضراتكم بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعها الأخير أو بعد اجتماعه الأخير. نمرة واحد، عدم استكمال مسابقة الدوري العام حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم. نمرة 2، عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع 34 للدوري، قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مباريات المؤجلة في السابق. نمرة 3، الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. نمرة 4، عدم الممانعة في أداء مباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة القادمة. نمرة 5، مطالبة اتحاد كرة القدم بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات. زي ما حضراتكم عارفين ده كانت أو دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كانت منذ 4 أيام بعد موضوع أزمة المؤجلات وما حدث خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الكل ملتزم في النادي الأهلي بالخمس قرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير. ده الأساس اللي احنا دايما هنمشي عليه أو هنتكلم فيه لحين صدور قرارات أخرى أو في حين صدور بيان توضيحي لبيان اتحاد كرة القدم. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل خلال الأيام القادمة؟ هيبان مع حضراتكم ماذا سيحدث من قبل النادي الأهلي، ولكن أنا قلت لحضراتكم الخمس قرارات اللي هي المفروض الأساس اللي هنمشي عليه خلال الفترة القادمة، وبالتالي هننتظر ونشوف ردة الفعل من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وهل سيكون هناك ردة فعل ولا سيكتفي النادي الأهلي بهذه القرارات وخلاص. القرارات هي دي اللي هيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، اللي هي الخمس قرارات اللي أنا قلتها لحضراتكم، ده اللي هنستناه بقى خلال الأيام القادمة.